تقديمك لجهود كشف وتعرية هذه الجماعة، لكنه رفض الإفراج عن علاء عبد الفتاح واعتبره جاسوس بريطاني. هل تؤمن هذه الجماعة بالديمقراطية؟ أما في التطبيق العملي فاختلاف الرأي عندهم يساوي القتل. من أين لهم بكل مصادر التمويل هذه؟ وطلبان طردت الإخوان وأسرت زعيمهم وقتلته بعد ذلك. عمر التلمساني وقع ضحية التنظيم الخاص الذين بدأوا يتأمرون عليه من اللحظة، وعاد خيرة الشاطر من هنا ومن هناك. لا أجد بقى يعني مكانا لي في الإخوان، ولا أجد للإخوان مكانا لي الآن، والإخوان ستنتهي فعلا خلال 10 سنوات.